بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب أحاديث الفتن والحوادث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في كتاب أحاديث في الفتن والحوادث للإمام محمد بن عبد الوهاب، وفي باب الرجال وصفته وما معه، وقفنا في الحديث الذي أخرجه مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عند قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. من ما يجري على يد المسيح الدجال على الناس أنه يتراءى لهم أنه يقتل الشخص ويفصل رأسه ثم يدعوه فيقوم حيا، يدعوه فيقوم حيا كأن لم يصبه شيء، وهذا من تمام الفتنة والتدجيل والكذب، لأن معه من السحر ومن الشياطين ما يتمكن به من الكيد لبني آدم. نعم. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فبينما هو كذلك مستمرا في فتنه وشعوذاته جاء الله بالفرج، فنزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء. المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل، وبعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبينهما فترة 600 سنة أو أكثر بين الرسولين، 600 سنة أو أزيد ليس فيها نبي، تنقطع آثار النبوة في هذه الفترة، ويصبح العالم في بلاء ومحنة وظلام دامس، وتستشري الجاهلية بشرها، ويظهر الشرك ويظهر البغي والعدوان، ثم إن الله يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الرسل. والمسيح عيسى بن مريم سمي بن مريم نسب إلى أمه، لأنه ليس له أب، خلقه الله جل وعلا بقوله كن فيكون، فلذلك يسمى كلمة الله، كلمة الله، وروح منه، روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى يرسل بها الملك
فيلقيها في مريم عليها السلام تحمل بعيسى عليه السلام. لذلك يقال عيسى ابن مريم، ومريم ابنة عمران. عمران هذا من صالح بني إسرائيل ومن عبادهم، ومن ذريته عيسى وابن خالته يحيى بن زكريا، نبيان كريمان ابنا خاله ابن خالة. ولهذا قال الله جل وعلا في وصف يحيى عليه السلام ومصدقا بكلمة كلمة عيسى عليه السلام، لأن الله خلقه بكلمة بدون أب، ومصدقا بكلمة من الله. فأراد اليهود أن يقتلوا عيسى عليه السلام، لأنهم يقتلون الأنبياء كما ذكر الله عنهم، فأرادوا أن يقتلوا عيسى عليه السلام، تآمروا عليه وجاءوا ليقتلوه، جاءوا ليقتلوه في مكانه، دخلوا عليه ولا بقي إلا ينفذون القتل. فألقى الله شبه عيسى عليه السلام على رجل منهم، جاء يدلهم على مكان عيسى عليه السلام، يقال إنه من الحواريين، يعني من أتباع عيسى لكنه خان. فألقى الله شبهه على هذا الرجل الخائن فقتلوه وصلبوه، يظنون أنه عيسى عليه السلام. عيسى رفعه الله من بينهم وهم لا يشعرون، رفعه الله إلى السماء حيا بروحه وبدنه لم يمسسه سوء. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. والوفاة هذه ليست وفاة الموت، وإنما هي وفاة من جنس النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت لمنامها، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار ثم يبعثكم فيه، يعني في النهار. فالنوم يسمى وفاة لأنها تقبض روحه، روح النائم، لكنه قبض ليس مثل قبض الوفاة الموت، قبض خاص. إني متوفيك يعني وفاة مثل وفاة النوم، ورافعك إلي، رفعه الله إلى السماء، هذا فيه دليل على علو الله جل وعلا فوق سماواته، لأن الرفع لا يكون إلا إذا أعلى، رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. الله جل وعلا رفعه حيا سالما لم يمسسه سوء، وبقي في السماء حيا إلى أن ينزل في آخر الزمان، إلى أن ينزل في آخر الزمان. ونزوله من علامات الساعة، نزول عيسى
من علامات الساعة الكبرى، ينزل ليقتل الدجال. هذا في آخر الزمان، وينزل عليه السلام مع الملائكة قبل صلاة الفجر، والمسلمون مجتمعون ليصلوا صلاة الفجر، والذي يأمهم هو المهدي، هو المهدي الذي يبعث أو يخرج في آخر الزمان، يحكم بالشريعة ويقود المسلمين في الجهاد. المهدي من ذرية الحسن بن علي، اسمه محمد بن عبد الله المهدي. فتحضر الصلاة فيطلب المهدي من عيسى أن يأم الناس، فيأبى ويقول إمامكم منكم، ويصلي بهم المهدي كالعادة، وخلفه المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ونزول عيسى هذا متواتر في الكتاب والسنة، وهو من علامات الساعة. قال جل وعلا عن عيسى: وإنه لعلم للساعة، يعني نزوله من علامات الساعة. وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة، علم يعني علامة على قرب قيام الساعة. فنزوله من علامات الساعة. وقال تعالى: وإن من أهل الكتاب، يعني ما من أحد من أهل الكتاب اليهود والنصارى إلا ليؤمنن به قبل موته، دل على أنه ما مات إلى الآن، وأنه سيموت في آخر الزمان عليه الصلاة والسلام كغيره من بني آدم يموت. وإن من أهل الكتاب، إن بمعنى ما، أي ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت عيسى عليه السلام. يكسر الصليب إذا نزل، الذي يعبده النصارى يكسره ويضع الجزية، ولا يبقى إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فيحكم بشريعة الإسلام ويكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعتبر من المجددين لدين محمد صلى الله عليه وسلم. فيطلب الدجال، يطلب الدجال ليقتله، فيدركه عند باب لد، واللد من فلسطين الآن، يسمى اللد ولا لا؟ ها؟ اللد مكان في فلسطين. يطلبه فيدركه عند باب لد فيقتله، ويريح المسلمين من شره، ويكون عيسى عليه السلام هو الحاكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فيدل على نزوله القرآن كما سمعتم، والسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل فيكم المسيح عيسى بن مريم، أخبر صلى الله عليه وسلم عن نزوله، والأحاديث متواترة في نزوله، فلا ينكر نزوله إلا ملحد. الذين ينكرون
ينكرون الأشياء التي لا توافق عقولهم، ليس عندهم علم، فكل ما خالف عقولهم وإدراكهم نفوه وكذبوا، كما قال جل وعلا: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تأويله. هذه طريقة أهل الضلال، أن الذي لا يحيطون بعلمه يكذبونه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، ما جاء تفسيره، يعني تفسير بعض الأشياء يتأخر، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، يتأخر تأويل بعض الأمور تفسيرها إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. المهم من هذه طريقة أهل الضلال أنهم ينكرون نزول المسيح، ويقولون نزوله على ما يعني انتصار الحق، انتصار الحق في آخر الزمان يسمى نزول المسيح، انتصار الحق بدون من يقوم به، كيف ينتصر الحق بدون من يقوم به وينفذه وهو المسيح عليه السلام؟ هذا تأويلهم لنزول عيسى عليه السلام، يقولون عبارة عن انتصار الحق. الدجال ينكرونه أيضا، يقول ما في دجال حقيقي، إنما هذا عبارة عن ظهور الشر في آخر الزمان، ظهور الشر. طيب وش سبب ظهور الشر؟ سببه الدجال. هنا شيء بدون سبب، شيء بدون سبب. هذا مذهب الملاحدة والعقلانيين ومن سار في ركابهم، ينكرون ما لم تدركه عقولهم القاصرة، ويكذبون الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويصدقون عقولهم وأوهامهم، فيقتل الدجال وتنتهي مشكلته على يد عيسى ابن مريم، ينتهي شر مسيح الضلالة على يد مسيح الهداية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. نعم. إذ بعث الله المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، بينما ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، في المكان الذي يصلي فيه المسلمون صلاة الفجر، يحضر معهم صلاة الفجر. نعم. شرقي دمشق بين مهرودتين، نعم، واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر. صفة نزول المسيح عليه السلام أنه ينزل مع الملائكة، ينزل مع الملائكة عليهم الصلاة والسلام. نعم. وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، نعم، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. إذا نزل عليه السلام فإن الله سبحانه وتعالى ينهي كل كافر، لأن ما يبقى إلا الإسلام، الكفر ينتهي بجميع إشكاله، كفر اليهود والنصارى والوثنيين كله ينتهي، ولا يبقى إلا الإسلام بقيادة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. هذا من علامات الساعة التي نؤمن بها. نعم. ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، كل من شم نفس عيسى عليه السلام من الكفار يموت، يموت ونفسه يمتد عليه السلام منتهى طرفه. نعم. فيطلبه حتى يدركه بباب لد، يطلب المسيح
حتى يدركه عند باب لد، واللد من فلسطين لاقي بهذا الاسم إلى الآن، والآن بقبضة اليهود، الآن بقبضة اليهود من جملة أراضي فلسطين التي استولى عليها اليهود. نعم. حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم قوما قد عصمهم الله منه. نعم، عيسى عليه السلام يأتي قوما من المسلمين قد عصمهم الله من الدجال، فلم يؤثر عليهم في فتنته، بل صبروا على الحق. وإذا نزل عيسى عليه السلام ينتصرون على يده. نعم. فيمسح عن وجوههم ويحد فيمسح عن وجوههم عن وجوههم. نعم. ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. نعم، عيسى عليه السلام يطمئن هؤلاء المسلمين الذين ثبتوا ولم يتأثروا بفتنة المسيح، يهنيهم ويبشرهم ويبين لهم درجاتهم في الجنة، يبشرهم بذلك. هذه نتيجة الصبر والثبات على الدين، وأن الكرب والشدة لهما نهاية، ويأتي الفرج بإذن الله عز وجل. نعم. فبينما هو ذلك، إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. هذا يأجوج ومأجوج، باعث عبادا لي، عباد ليس عبادة أنهم كفار، ولكن كل الناس عباد لله عز وجل، المؤمن والكافر. العبودية العامة، العبودية على قسمين: عبودية خاصة وهي عبودية المؤمنين الذين يعبدون الله له لا شريك له، وعبودية عامة يدخل فيها المؤمن والكافر، لأن الكافر عبد لله تجري عليه المقادير والأحكام القدرية، فهو تحت سلطة الله عز وجل وتجري عليه أحكامه القدرية وإن كان كافرا. أما العبودية الخاصة هذه خاصة بالمسلمين. نعم. فحرز عبادي إلى الطور. أخبره الله بظهور قوم لا يدان أي لا قوة لأحد بقتالهم، وهم يأجوج ومأجوج، لا قوة لأحد على قتالهم، غاشم، جند غاشم. فيأمر الله المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أن يحرز المسلمين إلى الطور. الطور هو الجبل، الطور في اللغة هو الجبل، أي جبل يسمى الطور، ولكن المراد به هنا طور سيناء، المراد به هنا طور سيناء، يعتصمون به من شر يأجوج ومأجوج، ثم ينتشرون في الأرض يأجوج ومأجوج. قال الله جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. هذا في القرآن، خروجهم ذكره الله في القرآن، وجاء في الأحاديث الصحيحة عن خروجه. ويأجوج ومأجوج هؤلاء بشر من بني آدم، ولهذا في وقت ذي القرنين الملك العادل لما سار في الأرض وبلغ مطلع الشمس ومغرب الشمس يطلبون منه أن يبني سدا بينهم وبين يأجوج ومأجوج،
فيطلبون من القرنين أن يبني سدا يمنع يأجوج وماجوج عن عباد الله، فيبني هذا السد، فهل نجعل لك خرجا يعني مالا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، يعني لست بحاجة إلى المال منكم، عندي ما يكفي، ما هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ها ما نعم خير، ما مكنني فيه ربي خير، لست بحاجة إلى الإعانة منكم، يعني بالمال، الإعانة بالمال، لكن الإعانة بالأبدان نعم، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، سمى ردم وسمى سد. آتوني زبر الحديد، سد ما هو سهل، حتى إذا آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني بين الجبلين، ساوى بينهم بالسد، قال انفخوا حتى إذا ساوى بين الصدفين، قال آتوني أفرغ عليه، أي على هذا الحديد، قطر النحاس، أفرغ عليه قطرة من أجل أن يلتحم ويتشابك، آتوني أفرغ عليه قطرة حتى إذا ساوى بين الصدفين، قال انفخوا حتى إذا جعله نارا، قال آتوني أفرغ عليه قطرة. الآن انتهى السد وحال بينهم وبين يأجوج ومأجوج، فلا يستطيعون صعوده لأنهم لس، ولا يستطيعون نقبه حتى يخرقوه. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي يعني في آخر الزمان وأراد الله ظهور يأجوج ومأجوج، جعله دكا ينهدم، يخرجون على الناس، يخرجون على الناس في الوعد الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وهذا من علامات الساعة، فعيسى ومن معه من المسلمين يلجؤون إلى جبل الطور يتحصنون فيه، ويضيق بهم الأمر جدا، يحصر المسلمون من هذا الجند الغاشر، ولا يمرون على بحرة إلا شربوها، ولا يتركون شيئا، يعيثون في الأرض فسادا. بينما هم كذلك أنزل الله عليهم الوباء، أنزل الله عليهم المرض والوباء، فماتوا عن آخرهم. فيبعث المسيح عليه السلام رجلا يخاطر بنفسه، يبعثه ليطلع وش صار الأمر، فيأتي هذا الرجل ويجد أن يأجوج وماجوج أنهم كلهم ماتوا وهلكوا، فيرجعوا يبشر المسلمين بذلك، ويأتي الفرج بعد الشدة، فيخرجون من حصارهم، ولكن تبقى جثثهم في الأرض وتمكن، فيبعث الله طيورا تحملهم وتبعدهم عن المسلمين، ويطهر الله الأرض منهم ومن روائحهم وجيفهم، والحمد لله. نعم. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، كما في القرآن. نعم. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية، بحيرة طبرية معروفة، بحيرة كبيرة مملوءة بالماء، ويشربونها،
ولا يبقى فيها ماء، فيمر الناس خبري من هذا بحر لا يجدون فيه شيء، فيقولون لقد كان في هذا ماء، قد كان في هذا ماء. نعم. فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما. نعم. ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه ويحصر نعم بالصد يحصر أو يحشر. نعم. نعم. ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. نعم. يضيق بهم الحال وينفد ما عندهم من الطعام حتى رأس الثور يبلغ قيمته الدراهم الكثيرة لغلاء المعونة وقلة الأقوات بسبب الحصار الذي أصابه وانقطاع الأمداد عنهم. نعم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه يعني إلى الله، يرغبون إلى الله يعني يطلبون من الله الفرج، يطلبون من الله الفرج من هذه الشدة وهذا الحصار. نعم. فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، مرض. نعم. مرض يسمى النغف، يصيب رقابهم إن يأجوج ومأجوج فيموتون عن آخرهم. الله على كل شيء قدير. نعم. فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، يموتون جميعا في وقت واحد. نعم. ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض، ينزلون من الحصار ومن الجبل إلى الأرض وينبسطون فيها لأن الله فرج لهم. نعم. فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، يعني جيفهم. نعم. فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله، يطلبون من الله مرة ثانية الذي قتلهم أن يبعد جثثهم عن المسلمين. نعم. فيمسك المسلمون كل ما اشتد بهم الأمر وين يروحون؟ يلجأون إلى الله عز وجل. نعم. فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت. نعم. فتهبلهم. البخت هي الإبل المشرقية، البخت والبخاتي هي الإبل المشرقية، البعير الواحد له سنامان خلاف الإبل العربية. نعم. فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. نعم. تطرحهم بعيدا حيث شاء الله، الله أعلم وأن تلقيهم. نعم. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت. بعد ذلك إذا نقلت جثثهم يرسل الله مطرا يطهر الأرض من بقايا آثاره. نعم. لا يكن منه بيت مدر ولا وضع. لا يكن. يكن. مطر، مطر يعني ينفذ من المنازل، ما تمنعها السقوف ولا يمنع شيء، ينزل. نعم. لا يكن منه بيت مدر ولا وضع. المدر هو الحجارة، لأن البيوت على قسمين، منها ما يبنى بالحجارة ومنها ما يبنى بالشعر و الخيام وبيوت الشعر. نعم. بيت مدر ولا وبر. نعم. فيغسل الأرض وبر حتى. وبر الإبل يعني. نعم. فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، يغسل الأرض بعد يأجوج وماجوج يطهرها. نعم. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك، يأمر الله الأرض وتنزل البركة بعد الجوع وبعد الشدة، يأتي الله بالفرج وتتوسع الأرزاق، كان رأس الثور يساوي كذا وكذا من الفقر، الآن ينزل الله المطر ويأذن للأرض أن تنبت وتنتشر الثمار والمحاصيل والأرزاق. نعم. وردي بركتك. نعم. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، الرمانة الواحدة تكفي عصابة يعني جماعة، عصابة الجماعة، وأيضا البطيخ
يسمى الحبحب يتضخم عندهم حتى يستظل الجماعة بقحف الرمانة أو بقحف الدب. نعم. ويستظلون بقحفها. ها؟ ويستظلون بقحفها. قحفها يعني قشر الرمانة يستظل به الجماعة من الناس من سعته وعظمه. نعم. بركة، إذا أراد الله البركة نزلت. نعم. ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل. نعم. حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. ويبارك الله جل وعلا في الألبان، في الألبان من الإبل والغنم، حتى أن اللقحة الواحدة من الإبل تكفي الفئام يعني الجماعات من الناس. نعم. واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس. نعم. واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. نعم. أعظمها الإبل أكثر لبن، ثم البقر، ثم الغنم. نعم. بينما هم كذلك بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم. بينما هم كذلك يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، لأن الساعة قربت ولا يبقى إلا الكفار، لا يبقى في الأرض إلا الكفار تقوم عليهم الساعة. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور هؤلاء شرار الناس والعياذ بالله، يزعمون أن هذا دين وأن هذا عبادة وهم شرار الناس. نعم. فتأخذهم تحت آباطهم، تنفذ في المسلمين تحت آباطهم فتقبل أرواحهم لأنها انتهت الدنيا، فيقبض الله أهل الإيمان قبل قيام الساعة. لا تقوم الساعة كما في الحديث وفي الأرض من يقول الله الله، والكفار كلهم والعياذ بالله لا يعرفون الله. نعم. فتقبض روح كل مسلم ويبقى شرار الناس. شرار الناس، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة في الحديث وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. نعم. يتهارجون فيها تهارج الحمر، يعني لا يترفعون عن الفواحش وعن الزنا واللواط وشر من البهائم. نعم. فعليهم تقوم الساعة، فعلى هؤلاء الأشرار تقوم الساعة، نسأل الله العافية. نعم. ثم قال رحمه الله: وفي رواية بعد قوله لقد كان بهذا مرة ماء ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الحمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون بيت الخمر، لأنه ينبت العنب ويتخذ من العنب يتخذ منها الخمر. نعم. وهو جبل بيت المقدس. نعم. فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلما فلنقتل من في السماء. هؤلاء يأجوج وماجوج تغرهم قوتهم، يقولون قتلنا بني آدم في الأرض فنريد أن نقتل من في السماء، ويطلقون سهامهم إلى السماء فترجع عليها دم من الفتنة، يقولون قتلنا من في السماء. نعم. هكذا ابن آدم إذا طغى فإنه لا حد لطغيانه، يقتلون الملائكة ويقتلون الله ويقتلون. نعم. فيرمون بنشابهم إلى السماء، نشابهم يعني سهامهم. نعم. فيرد الله عليهم نشابهم محضوبة دما، يردها الله عليهم محبوبة دما فيفرحون وقتلنا من في السماء. نعم. ثم قال رحمه الله: وله عن أبي سعيد رضي الله عنه. يكفي، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هنا مجموعة من الأسئلة، يقول هذا السائل: هل بعد عيسى عليه السلام، هل يعد عيسى عليه السلام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم، من أمة محمد
يكون تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة الإسلام، فيعتبر من المجددين، يعتبر عيسى عليه السلام من المجددين لدين الإسلام. نعم. ويقول السائل: أيهما يخرج قبل الثاني، عيسى أو المهدي؟ لا، المهدي يخرج، المهدي ويقود المسلمين للجهاد. نعم. هذا سائل يسأل: ما معنى وبر؟ ها؟ ما معنى وبر؟ الوبر صوف الإبل ينسج منه البيوت، بيوت الشعر. نعم. هل وأنتم بدو ما تعرفون الوبر؟ نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما هو تفسير قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، مع أن عيسى لم يخلق من تراب؟ لا، ما هو القصد هذا، إن عيسى مثل آدم خلق من تراب، معناه أن الله أوجد عيسى من دون أب، كما أوجد آدم من التراب من غير أب ولا أم. أليس الذي خلق آدم من غير أب ولا أم قادرا على أن يخلق عيسى من أم بلا أب؟ الله قادر على كل شيء، فهو يريد بهذا إقامة الحجة على المكذبين الذين يقولون: ما يمكن يكون عيسى بدون أب، ولد زنا. اليهود يقولون أنه ولد زنا، الله العافية، ولد بغي، ويتهمون مريم عليه السلام بأنها زانية، كما يتهم الشيعة الآن أم المؤمنين عائشة بأنها زانية قبحهم الله. لهم شبه اليهود، يرمون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: المهدي من علامات الساعة الصغرى أم الكبرى؟ كبرى، ظهور المهدي من علامات الساعة الكبرى. نعم. وهذا سائل يقول: هل الدجال يقتل الشاب حقيقة أم أنه يخيل للناس أنه قتله؟ يخيل للناس أنه يقتله ويفرق جسمه ثم يدعو فيقوم، هذا تخيل، ولا هو ما قتله، ولذلك المرة الأخيرة لا يستطيع، لن يسلط عليه، يريد أن يقتله فلا يستطيع، لأن الله منعه من ذلك. نعم. وهذا سائل يقول: الدليل على أن المهدي، أو ما الدليل على أن المهدي من ذرية الحسن بن علي رضي الله عنهما؟ كما جاء في الأحاديث، اسمه يوافق اسم محمد ابن عبد الله، وينتهي نسبه إلى الحسن ابن علي رضي الله عنهم جميعا، فيبعث المهدي من ذرية الحسن ابن علي، ذرية الحسن بن علي. قال العلماء: هذا فيه مجازات الله جل وعلا للحسن بن علي، لأنه تنازل عن الخلافة لمن؟ لمعاوية، لأجل جمع كلمة المسلمين واحترام الدماء وسفك الدماء، فيكرمه الله جل وعلا بأن يظهر من ذريته المهدي، محمد بن عبد الله المهدي الإمام العادل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف الجمع بين حديث أنا آخر النبي لا نبي بعدي، وبين نزول عيسى في آخر الزمان؟ عيسى ما ينزل بالرسالة، ينزل حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: كيف يعرف الناس أن هذا المهدي عندما يجيء في آخر الزمان؟ كيف يعرف الناس أن هذا الخارج هو المهدي؟ تبقون الأحاديث عليه يا أخي، تبقون الأحاديث الواردة تنطبق عليه. نعم. يعني لازم يجيهم ملك من السماء يقول: هذا هو المهدي؟ من قال هذا؟ نعم. ويقول هذا في سؤاله: هل المهدي يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يشبه الرسول، اسمه يوافق اسم الرسول محمد بن عبد الله، ويشبه الرسول أيضا في خلقته. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: كيف نجمع بين أن
نفس عيسى لا يدرك كافرا إلا قتله، مع أن الدجال لم يمت إلا بعد أن يقتله عيسى عليه السلام. من الناس من يموت بنفس عيسى، ومنهم من يموت بغير ذلك، الآجال تختلف. ومن لم يمت بحد السيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد، يقول المتنبي. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل اختلاف بعض الصحابة في مسألة أو في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هل كان بعينيه أم كان بقلبه، تدل على أنهم اختلفوا في العقيدة؟ لا، ما اختلفوا في العقيدة، اختلفوا في مسألة خاصة، أما العقيدة لم يختلفوا على أن الله يرى يوم القيامة، يراه المسلمون بأبصارهم. هل أحد خالف من أهل السنة بهذا؟ ما اختلفوا في هذا، لكن اختلفوا هل رآه وهو لم يمت عليه الصلاة والسلام، وهو على قيد الحياة حينما عرج به، لأن أحدا لا يرى الله في الدنيا، أحد لا يرى الله في الدنيا، ما أحد يستطيع أن يرى الله في الدنيا. حتى موسى عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ولما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل اندك صار مثل الرمل من عظمة الله سبحانه وتعالى. فلا أحد يطيق أن يرى الله في هذه الدنيا، إنما في الآخرة يعطيهم الله قوة ويكرمهم برؤيته لتقر أعينه. الذين آمنوا به في الدنيا ولم يروه، الله جل وعلا يكرمهم يوم القيامة بأن يروه عيانا بأبصارهم إكراما لهم. وأما الكفار الذين كفروا بالله فإن الله يحرمهم من رؤيته يوم القيامة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لأنهم لم يؤمنوا بالله عز وجل في الدنيا، فحرمهم الله يوم القيامة من رؤيته ومن جنته. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل عيسى عليه السلام سيقتل آخر الزمان، أم أنه سيتوفاه الله مع المؤمنين بالريح الطيبة؟ توفاه الله، توفاه الله، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فيموت في آخر الزمان. كل نفس، كم الآية، ذائقة الموت، كل نفس، المسيح وغيره. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كثيرا ما نسمع أن يأجوج ومأجوج قوم من شرق آسيا، فما صحة هذا الكلام؟ الله أعلم، ما كلفنا الله بهذا، الله ما كلمنا بهذا، قال: وهم من كل حدب ينسلون، فنحن ما نقول إلا ما علمنا الله عنهم. نعم، وهذا سائل يقول: قيل أن المهدي يبايع عند الكعبة فيملأ الدنيا بعدما ملئت. نعم نعم، هذه من صفاته عليه السلام، أنه يظهر ويطلبهم، لأنه يموت الخليفة، خليفة المسلمين يموت، ويبقون الناس بدون ولي أمر، يبقون الناس بدون ولي أمر، فلا يصلح الناس بدون ولي أمر، فيطلبون من المهدي، يطلبون منه أن يقبل البيعة، فيتمنى في أول الأمر، ثم يقنعونه فيقبل ويبايعونه عند الكعبة، ويجعل الله على يده الخير الكثير. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يقول بعضهم: كل علامات الساعة الصغرى ظهرت أو أغلبها، ونحن الآن ننتظر الكبرى، هل هذا صحيح؟ نعم، إحنا ننتظر الكبرى وننتظر قيام الساعة، كل شيء، كل ما هو آت هو قريب. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للشخص أن يتمنى رؤية المهدي؟ أسأل الله الهداية، أخاف يرى المهدي ولا يؤمن به، ما هو بلزوم أنه يرى، الإنسان يسأل الله الهداية والثبات على الحق، سواء رأى المهدي
أو لم يره. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي أقسام التأويل وهل يدخل في معنى؟ يقول هذا السائل: ما هي أقسام التأويل؟ تأويل قسمان: تأويل بمعنى التفسير، تأويل بمعنى التفسير، وتأويل بمعنى معرفة معالي الأشياء، ما تؤول إليه الأشياء وكيفيتها في المستقبل، هذا لا يعلمه إلا الله. نعم. يقول: التأويل الذي بمعنى التفسير يعلمه العلماء، وأما التأويل الذي بمعنى مآل الأشياء وحقيقة الأشياء الغيبية هذه لا يعلمها إلا الله، ما يعلمها العلماء ولا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: وهل يدخل في معنى؟ لذلك اختلف الوقت في قوله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إن كان المراد بالتفسير الراسخون في العلم يعلمونه كما أن الله يعلمه، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني يعلمون التفسير إلا لا. وأما إن كان المراد بالتأويل ما يؤول إليه الشيء وحقائق الغيبيات هذه لا يعلمها إلا الله، ويكون الوقف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. نعم. يقول: هل يدخل في معاني التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة صحيحة؟ هذا تفسير يا أخي، صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يدل على ذلك هذا تفسير، يدخل في التفسير. نعم. وهذا سائل يقول: وأما صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل فهذا تأويل باطل، مثل تأويل الصفات عند الأشاعرة والجهمية والمعتزلة، تأويل باطل هذا، صرفه عن ظاهرها من غير دليل يدل على ذلك هذا ضلال والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك كثير ممن أغرتهم الحداثة والتطور يلمزون ويكذبون حوادث آخر الزمان ويقولون: إن ذلك أين ذلك السد الذي بناه ذو القرنين، وأين هم يأجوج ومأجوج، وكيف هؤلاء يكفرون بالله؟ يعني ما يكفرون بيأجوج وماجوج، يكفرون بالله عز وجل، وليس بعد الكفر ذنب كما يقال، هذا لا عبرة بهم. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: هل نجزم أن ما يحدث الآن في بلاد الإسلام من الحروب أنها هي الملاحم التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تقع في آخر الزمان؟ وما الضابط في إنزال أحاديث علامات الساعة على الواقع حيث نرى الخوض في ذلك من عامة الناس؟ لا أخوان، الجزم بأن هذا هو المراد ما نجزم، ولكن نقول يمكن أن يكون كذا وكذا، ما نجزم ما نجزم إلا بدليل. نعم. حيث نرى الخوض في ذلك من عامة الناس حتى وصل الأمر حيث نرى الخوض في ذلك من عامة الناس حتى وصل الأمر إلى تحديد وقت قيام الساعة. هذا كله كذب، ولا يعلم قيام الساعة وقت قيام الساعة إلا الله، ما يعلم وقت قيام الساعة إلا الله، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام وجبريل ما يعلمون قيام الساعة. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها؟ ليعلم من السائل، لا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يعلمون متى تقوم الساعة ويحددونه، هذا كذب وافتراء وتقول على الله بغير علم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم السلام.